شوفوا خيرت الشاطر، شوفوا بلطجة بتاعت خيرت الشاطر. كانوا داخلين على القنوات ديت قبل القنوات اللي موجودة واحدة واحدة. قال لك نبدأ، قال لك الأول أون، كان وقتها المهندس نجيب ساويرس أون، فقال لك لو رحنا لنجيب هتفسر بره، هما دايما يخافوا من بره، تفسر بره بطريقة تانية. فنبدأ بأحمد بهجت، كانوا داخلين على كل القنوات. فقال لك أحمد بهجت عليه فلوس البنك الأهلي 4 مليار جنيه اللي هي الأرض اللي جنبنا ديت دريم، ونروح بقى نحرك. بص القاتل خيرت الشاطر قال لك إيه؟ إحنا هنخلي الجهات القضائية تبدأ تستدعي وتحرك القضية من أطراف خفية. شوفوا شوفوا الإخوان كانوا بيعملوا إيه؟ لما يقول لك المحامي الفلاني راح، الإخوان بعتينه. البلاغ الفلاني راح، الإخوان بعتينه. الحتة ما هو عندهم، ابعت دي الأطراف اللي كان بيشغل الإخوان. ارجعوا للوقت ده مين كان بيقدم بلاغات، واعرف الإخوان كانوا زقينهم وكانوا منسقين معاهم. ارجعوا بس لهذه التوقيتات، بصوا محمد مرسي قاعد ازاي، بصوا المشهد بتاع مرسي. وكان الرئيس من يومين مثبتهم هما الاثنين، وزير الدفاع الفريق الاول عبد الفتاح السيسي كان مثبت الاثنين اول امبارح يوم الخميس تقريبا، مثبتهم وهو بيديهم ايه بالطريحه كده، اعملوا واعملوا، يعني بيديهم النصايح، يعني نصايح يعني. وهم قاعدين هذا الالتصاق، الاثنين ملتصقين مرسي وخيرت الشاطر. شايفين الفيديو، شايفين مرسي قاعد ازاي، والشاطر ولا معبر مرسي، مديله ظهره، مرسي ده مش موجود. شايف حضرتك مرسي قاعد يخاف من خيرت الشاطر. يعني لو الشاطر، بالمناسبه مره مرسي في احد الفيديوهات بيتكلم قال له انت بتقول كلام فارغ، الكلام اللي تقوله ده ملهوش اهميه. قعد الشاطر يسفه من كلام محمد مرسي، ما كانوش بيحبوه ولا يحترموه ابدا خالص يعني. قال له نحرك قضايا ونخلي البنك الاهلي يتحرك ضد مين؟ ضد احمد بهجت. ونبدا ونقول له خلاص انت ميعادك فات، فنبدا نحط ايدينا على ممتلكاته على القناه بتاعته. دي كان بدايه خطه استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على جميع القنوات اللي موجودة في مصر، كل القنوات دريم، وبعدين كانوا هيشتغلوا يكملوا هنا ويكملوا الناحية التانية، ما كانوش هيسيبوا قناة إلا وتحت سيطرة الإخوان. ده كانت خطة الجماعة. شوفوا ربنا أنقذ البلد من إيه، أنقذها من حاجات كتيرة جدا. بس أنا بكلمك على الناس اللي بيقول لك الإعلام وإحنا وكنا عايزين ناس تسيب، ده أنت ما استحملتش كلمتين بنطلع نقولهم على الهوا، ما تحملتهمش كلمتين بنقولهم على الهوا، ما بنقولش حاجة تانية. بنهاجمك وبننتقدك ونبهدل، طبعا كان ده دورنا، كان دورنا نقول كده، دورنا عشان نوضح للرأي العام ايه الحكاية. من 2013 لحد الثورة، يعني الفترة اللي هم حاكمين كانوا بيحكموا فيها، ما في ليلة الا وكنا نتكلم ونهاجم الاخوان من اولهم لاخرهم. طبعا كان ده وقت بيبقى صعب جدا، بس وقت انت مش خايف على نفسك، انت خايف على البلد. فاللي خاف على نفسه ما كانش يقدر يهاجم الاخوان، لكن اللي خاف على مصر يهاجم الاخوان ليل نهار. وما كانش يخاف من الاخوان، لا يعنيه الاخوان، تعنيه مصر، ان مصر دي تفضل بلد كبيره، ومصر تفضل بلد من غير فوضى، ومصر ما يحكمهاش تنظيم لا النهارده ولا بعد 100 سنة. اسمعوا الشاطر وخطة الاستيلاء على الأموال وعلى ممتلكات رجال الأعمال والقنوات المملوكة لرجال الأعمال. اسمع الشاطر والخطط الجهنمية اللي كانوا رتبوا لها وبدأوا بالفعل يعملوا الكلام ده. ما كان عندهم نائب عام بتاعهم، نائب العام الملاكي طلعت عبد الله. اسمعوا الشاطر، ده كلام خيرت الشاطر اللي هي خطة هنبدأ نشتغل. كانوا رايحين المهندس نجيب الأول، وبعدين قال لك إيه، نروح لأحمد بهجت عليه فلوس البنك، واخد أرض ما دفعهاش، يلا نبدأ ونعمل إيه، نحط إيدينا على ممتلكاته وعلى قناته. مين اللي يحط إيديه؟ الدولة، التنظيم. يبدأ بأحمد بهجت، ثم بعد ذلك باقي القنوات وباقي رجال الأعمال. كانوا رايحين لكل واحد فيهم، ما كانوش هيسيبوا حد.
قال لك ادي الشغل وادي الخطه بتاعتنا، واطراف تتحرك وبلاغات تبدا، وتبدا النيابه تستدعي الناس ويبداوا ياخدوا قرارات واستدعاءات وبلاغات، ونروح في الاخر نعمل ايه؟ نحط ايدينا على الممتلكات وعلى القنوات. دي جماعه الاخوان. تخيل، تخيل للحظه ان القنوات دي كلها كانت تحت سيطره الاخوان. انت متخيل؟ ارجع بس كده يعني، ده كان عندهم ست سبع قنوات، ست سبع قنوات هنا كان موجودين في مدينة الانتاج، ستة سبعة مش 30 40 قناة، وكانوا عاملين في البلد كده انه كل الناس فاكرين الايام ديت قناته كانت بتطلع تقول ايه الواد الخاين اللي اسمه خالد عبد الله ده، وغير خالد عبد الله وغيره وغيره، كانوا بيطلعوا ليل ونهار. شوفوا اللي عملناه ايه، شوفوا اللي عملتوه، وانقذوا بلدنا ازاي. ما هو لما بنقول كلمة انقاذ، هي كلمة انقاذ بمعنى الكلمة، العنوان العريض انقاذ مصر، انقاذ الوطن في 30/6 و3/7. دي كانت الرسالة المهمة للغاية.